خلينا نروح لموضوع تاني مهم جدا، وبما ان النهارده 23 ابريل العالم بيحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. من الاف السنين ومصر بتحافظ على الكتاب وبتقدر الكاتب، عشان كده كانت مكتبه الاسكندريه هذا الصرح اللي احتفى بالكتاب. في العصر الحديث بتحتل مكتبه الاسكندريه مكانه خاصه وبتلعب دور مهم في حمايه الكتاب وحفظ حقوق المؤلف. طبعا ما فيش شك انه الاهتمام بالكتاب ومؤلف او الكتاب والادباء بشكل عام غايه في الاهميه، لانه بيرفع الوعي الانساني عن الدور في اليوم العالمي للكتاب عن دور مكتبه الاسكندريه. هيكلمنا الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه. صباح الخير عليك يا دكتور احمد. اهلا يا فندم، صباح الخير. يا اهلا بسيادتك. طبعا ما فيش شك ان احنا لما نيجي نتكلم عن الاهتمام بالكتاب ومؤلفي الكتب لازم نتكلم عن دور مكتبة الإسكندرية المهم جدا كواحدة من أهم مكتبات العالم في حماية تاريخ الكتابة ومستقبل الكتاب. إزاي مكتبة الإسكندرية بتحتفل بهذا اليوم؟ أولا إحنا دائما بنذكر في مثل هذا اليوم بأن مكتبة الإسكندرية كانت أول مكتبة في العالم في تاريخها القديم تحتفظ بالكتب وتجعل لها مكتبة متخصصة، وهذه المكتبة كانت مفهرسة وكانت يعني بتعتمد حتى على نظم في حفظ الكتب وفي تجويد الكتب، يعني ما تزال حتى معروفة في كل المكتبات اللي موجودة في العالم. فطبعا احنا بنفخر بذا، وبنيجي في يوم اليوم العالمي للكتاب، وانا استطيع ان انا اقول لحضرتك انه في مكتبة الإسكندرية يمكن يكون عندنا كل يوم هو احتفالية بالكتاب، لأنه المكتبة بتعمل يعني بكل جهد على إن هي تجعل الكتاب محور أساسي في شغلها. وإحنا بدأنا يعني في إنتاج سلسلة من الأفلام يعني بمناسبة حقوق الملكية الفكرية، وبمناسبة برضه الاهتمام بالمؤلف، لأنه احنا لما نهتم بالكتاب يجب أيضا أن احنا نهتم بمؤلف الكتاب، ونجعل الشخص الذي يقرأ الكتاب يتعرف قريب يعني بشكل قريب على المؤلف. فبدأنا نعمل سلسلة من اللقاءات التلفزيونية أو التسجيلات التلفزيونية اللي بتسمى البودكاست، يعني مع مؤلفي الكتب، بحيث انه نقدر واحنا بنسوق الكتاب او بنعرض الكتاب يمكن يكون القارئ يعرف ياخد فكره عن المؤلف. هذا فضلا ده حقه بالمناسبه طبعا. هذا فضلا عن ان احنا بدانا من فتره نعمل الكتاب الكتاب الذي يقرا ويتم نقله ورقمنته بالصوت ايضا، وسوف نتيح هذه الكتب يعني بدءا من يعني يمكن هذا الشهر او الشهر الذي يليه، سوف نتيح هذه الكتب على موقع المكتبه، بحيث انه الشخص يستطيع ان هو يدخل على الموقع ويستطيع ان هو يسمع الكتاب وهو في العربيه. هو في مشروع يا فندم يعني حضراتكم عاملينه اسمه التوثيق الرقمي، في ظل العالم كله دلوقتي بيتجه لبيع الكتب عن طريق يمكن المتاجر الاونلاين، انتوا النهارده عاملين المشروع ده، فالنهارده القارئ بيعمل ايه؟ هل بيدخل على ويب سايت الخاص بالمكتبه؟ الكتب كلها اللي موجوده في المكتبه بتبقى موجوده اونلاين؟ كتب يعني المكتبه على فكره كتب المكتبه متاحه اونلاين. احنا عندنا في المكتبه حاجه اسمها الدار، على موقع المكتبه. الدار دي فيها كل الكتب المرقمنه الخاصه بالمكتبه، يستطيع القارئ في اي مكان ان هو يدخل عليها ويستطيع ان هو يستفيد منها. وكل والجديد انه يقدر كمان يسمعها طبعًا دلوقتي. طبعا طبعا، بس بشرط ان يكون الكتاب متاح، لان احنا بنتكلم على حقوق الملكيه الفكريه ايضا. بشرط ان يكون الكتاب يعني استنفذ فكره الحقوق الملكيه الفكريه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يكون مر عليه فتره زمنيه معينه في القانون، فتره زمنيه معينه لما بتمر على الكتاب، هنقول مثلا هو منشوره دي له 20 سنه 30 سنه، فده بيبقى متاح للجميع. انما الكتب المنشوره حديثا لا يمكن ان تتاح للجميع الا باذن من المؤلف او باذن من الناشر، ده حسب قانون الملكيه الفكريه. فاحنا بنتبع الاصول القانونيه وحريصين عليها بشكل قاطع وبشكل في قدر كبير جدا 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 من الدقه يعني. فاحنا بنتيح الكتب كلها اللي عندنا اللي بتتاح على الموقع،
وبدأنا نعمل كمان مخزن للمجلات العلمية العربية، وهتبقى المكتبة تتيح هذا المخزن أيضا، بس دي بناخد الحق يعني عندما نخاطب جهة معينة عايزين المجلة بتاعتها فاحنا بناخد منها حق النشر الرقمي. وأنا عايز أقول لحضرتك إن احنا عندنا في المكتبة معمل رقمنة، يمكن يكون هو أكبر معمل رقمنة للكتب في الشرق الأوسط. في حوالي 80 كمبيوتر، 80 واحد قاعدين على الأجهزة بيرقمنوا، بنرقمن حوالي 3000 صفحة كل يوم. فاحنا يعني يمكن خلال سنة نفرغ من رقمنة المكتبة كلها بما في كل شيء فيها هيكون مرقمن. احنا انتهينا من نصف، أكبر من نصف عدد الكتب الموجودة في المكتبة، لأنه قوة الرقمنة اليومية ضخمة جدا جدا، والشباب ما شاء الله بيشتغلوا بشكل فيه قدر كبير جدا من الحرفية ومن الدقة. طيب دكتور أحمد، من المفهوم أنه يكون في إقبال على المكتبة بشكل مستمر، مش بس في هذا اليوم، من المثقفين، من الأدباء، من الشعراء، لأن دي حياتهم القراءة والاطلاع. لكن هل المكتبة بتهتم مثلا بالقراء الجدد، يكون مثلا في جزء خاص بالناس اللي لسه حابة أن هي تقرأ، يكون في ترشيحات من المكتبة للاطلاع على الكتب، يكون في مناقشة حتى بعد الاطلاع على بعض الكتب؟ احنا بنعمل ندوات وبنعمل للشباب، احنا عندنا مكتبة اسمها مكتبة الطفل، حتى بتشتغل مع الأطفال وبتقعد تناقش كتب، يعني هما بيقروا بنقعد نناقش كتب معاهم، بنعمل مناقشات لمعظم الروايات التي تصدر في مصر في مختبر السرديات. يعني كل الروايات اللي بتصدر لمصر بنعمل لها مناقشات في المكتبة، بنعمل حفلات توقيع داخل المكتبة. يعني معظم الكتب الجديدة التي لها أهمية خاصة بتتعمل لها حفلات توقيع داخل المكتبة، بندعو المؤلف وندعو عدد كبير جدا من المثقفين ونعمل داخل المكتبة حفل توقيع. بنحاول إن احنا نساعد الناس على القراءة، فبننشر ثقافة القراءة. يعني بنعلم احنا، وده خليني انا يعني اصرح في هذا اللقاء الجميل، انه قريبا جدا يمكن بعد اسبوعين هنعلن عن مسابقه كبرى للقراءه في مصر، يعني هتعملها المكتبه وهتبقى مسابقه قوميه يعني هنستخدم فيها الادوات التكنولوجيه، يعني القارئ هيقرا، هنحدد له احنا فترة تاريخية معينة هيقرأ فيها، وبعدين احنا هنتيح له الفرصة ان هو يدخل يعمل اختبار اونلاين. يعني هو على الكمبيوتر بيعمل اختبار يتم تصحيحه ذاتيا، ونعمل مراحل كده، يعني في المرحلة الأولى اللي ينجحوا يدخلوا المرحلة الثانية، واللي ينجحوا يدخلوا المرحلة الثالثة، واللي يعني احنا بالنسبة لنا يعني مكتبة الإسكندرية هي درع الحماية للقارئ، مش بس المصري لكن العربي وكل من يهتم بالقراءة. احنا في يوم يعني في هذا اليوم المميز جدا بنحتفي بحق بالقراء والكتاب وحق المؤلف كمان، ولسه مكملين فقرات عن هذا الموضوع بالتحديد. كل الشكر ليك الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.